أنا الدكتور يحيى حسين التجاني، كاتب ومفكر. منين الدولة معينة لك حراسة؟ ومنين ولا مؤاخذة مرمطاك في المحاكم؟ وكلهم بيقولوا إنك ولا مؤاخذة بتزدري الإسلام. شرف كبير لي إن أكون معاك الليلة يا دكتور. بعد 12 كتاب ومجلد. اسمح لي آخد نظرة عن الكتب يا دكتور. ما بيتبسش من واحد قدهم على أمريكا، على الزقازيق، على قم في أنزر. أنا مش الشخص اللي أنت فاكرينه خالص. بس أنا هتحجب. الحضارة الإسلامية قدمت علماء غيروا شكل الإنسانية. الواد ده لا بيحب فريدة ولا نيلة، الواد ده بيحبك أنت. أنا نفسي نفسي تخلي بالك. وبسحب كل ما كتبت وكل ما قلت وكل ما أسعدت.